عمل الصباح يساوي ذهبا، هذا ما نعبر عنه بالعامية المغربية، الفيق بكري بالذهب مشري. فالذي يغلق عينيه لأنه لا يريد أن يرى صباحا مشرقا لا يعاقب الصباح وشمسه، إنه لا يعاقب سوى نفسه. ومع السرعة التي تتغير بها الأحداث في أيامنا هذه، قد يحدث في المساء ما ينسخ قول المرء في الصباح. فما علينا سوى الخلود للسكينة ليلا كي نتمكن من الاستيقاظ بسلام ونستقبل الصباح بكل أمل في الحياة. صباح معطر بذكر الله، مبعوث لأحلى ناس. صباحكم سعيد.